هذا الشوط الرئيسي، وماذا عن كأس الحقائق القعدان؟ هذا ما سنتابعه في هذه الانطلاقة مع الزميل عبد الرحمن أحمد أمين. التحية لكل المشاهدين والشكر للزميل سعد بن مطلع العتيبي الذي كان له بداية انطلاقات منافسات الكؤوس على كأس المونديال في مهرجان المونديال لسباق الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي سجل كأقوى وأغلى السباقات التي تقام في هذه المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا. التحية لكل مشاهدينا أينما كانوا من يتابعنا في كل القنوات الرياضية وكل الحضور الكريم الذي يشارك في متابعة رياضتنا العربية الأصيلة. كأس المونديال إذن للحجائج الجعدان ينطلق في هذه اللحظة بجائزته الكأس، وإذن السيارة المرسيدس لصاحب المركز الأول، بالإضافة إلى سيارة كروزر بيك أب أيضا لصاحب المركز الثاني، والمقدمة من السيد سيف بن علي بن كليب الاشتبي. إذا نبدأ مع هذه اللحظات مع البداية لنسير أيضا بكل الأسماء الطامحة للفوز بهذه الكأس لتسجل كأول كأس تقام للمونديال. الكل يعلم اسم المونديال وإذا ارتباط المونديال بكرة القدم، ولكن هنا في هذا المكان الآمن تحول هذا العرس العالمي إلى عرس أصيل تراثي أيضا تحتفل به دولة قطر في كل السنوات القادمة لاستضافتها لكأس العالم 2022. أرحب بالجميع وأسير إذن بمقدمة البداية لأتابع المنافسة في هذا الشوط الذي يسير بهدوء، ولكن أتوقع هناك لمعان الكأس في النهاية سوف يحمل المزيد من الإثارة. مبدع هناك على المركز الأول عبد الهادي بن حمد بن هليل المري واللي احتل الصدارة، بينما المركز الثاني منصور على المركز الثاني، مطر بن سعيد بن مطر الرميثي في ثاني المراكز، والمركز الثالث شاهين ساري بن محمد بن ساري بن بلوش المزروعي المركز الرابع، عسير على المركز الرابع، مطر بن حمد بن عميره الشامسي، وفي خامس المراكز هذا هو الباسل مسفر بن حمد بن مسفر اليريوي اللي على المركز السابع او المركز الخامس. هذه اذا مشاهدينا الكرام مراكزنا الخمسة الاولى في شوط الطموح للكأس الغالية. الكأس لا تزال هي هناك في منصة هذا الميدان تنتظر من يصل اولا، تنتظر من يفوز بها، تنتظر من يسجل اسمه كأول كأس هنا تطلق لهذا السن، سن الحجائج في هذا الميدان. الاحتفال كبير والمسار كبير، والتحية لكل المشاركين في أشواط لا يدخل فيها إلا الكبار. العودة هناك إلى عسير، وما أعسره عسير على المقدمة، مطر بن حمد بن عميره الشامسي الشعار الأصفر الذي كان له مجال التوقيت في صباح هذا اليوم يعود من جديد مع الكأس ورغبة الانطلاق للفوز بهذه الكأس. هجوم بدأ هنا في هذه اللحظة ووصول من نهاب 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 هنا لسعيد بن مظفر بن محمد العامري العملاق العيناوي يقترب من الصدارة، يقترب من القمة. المركز الثالث بارود على المركز الثالث، حمد بن محمد حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري على المركز الثالث، وفي رابع المراكز وصل راهي، راهي ايضا هنا صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي يقترب من القمة والفوز والانتصار. المركز الخامس يحتفظ به شاهين ساري بن محمد بن ساري بن بلوش المزروعي ممثل المنطقة الغربية هناك في دولة الامارات، من كل انحاء هذا المكان ومن كل أنحاء هذه المعمورة وصل الجميع ليشاركوا في هذا التحدي، ليشاركوا في هذه الانطلاقة ويشاركوا في هذا الصمود. عسير لا زال عسيرا على البداية، عسيرا على القمة. الكيلومتر الأخير يا عسير تحمل يا عسير، ومطر بن حمد بن عمير الشامسي إذن يقدم عسير على الصدارة ويحتفظ إذن بقمة البداية وقمة الانطلاق. المركز الثاني تدخل من بارود الذي أشعل هذا الشوط حمد بن حمد بن سالم بن جهويل المري، إذن ثار البارود على المقدمة، نقل السلام هناك إلى الصدارة،
إلى المركز الأول، نهاب على المركز الثاني، سعيد بن مظفر بن محمد العامري في منافسة قوية وانطلاق قوي، المركز الثالث لا زال على المركز الثالث عسير، مطر بن حمد بن عمير الشامسي، وهنا تدخل أيضا الصعب بوجود راهي محمد وسلطان بن برخان الاشتبي في هذه اللحظات، ولكن المسار هناك مقدم، التحية هناك تقدم، مسير أو عسير، عسير على الصدارة، عسير بالفعل أنت عسير، ولكن البارود بارود بارود بارود، أشعل الكأس المونديالي بارود بارود، حمد محمد بن سالم بن جهويل المري، سلام سلام، الكأس الكأس هنا، الكأس شحاني، الكأس المونديالي للجعدان شحاني، تهانينا تهانينا والناموس، سلام عليك يا بن جهويل، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بارود بالفعل، اسم على مسمى، يستحق الكأس، الكأس قطري، الكأس شحاني، الكأس لبن جهويل، والمركز الأول. المركز الثاني هناك راي محمد سلطان مرخان، المركز الثالث سعيد بن مظفر العامري نهاب، والمركز الرابع يعود عسير مطر بن حمد بن عمير الشامسي، والمركز الخامس هو سياف علي بن سرور العنزي. هذه المراكز الأولى والتحديات الأولى التي سارت أيضا بشوط الكأس. الكأس إذا ذهب لبن جهويل، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري الذي أطلق واندفع هنا مع هذه اللحظات. وتابع التوقيت الزمني الذي سجله، ما شاء الله بارود، هو بارود بالفعل، شعلة النشاط الأولى في هذه الكأس الأولى للجعدان، 6 دقائق 17 ثانية و11 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي جاء به هناك مع هذه اللحظات. تهانينا والناموس لسيد حمد محمد بن سالم بن جهويل المري، المركز الثاني.